نسانو عامل ايه؟ عامل كويس. عامل كويس؟ ده شيء عظيم. عامل كويس ازاي؟ اهو يعني شو دايما انت شايف. قول لي اخر كتاب قريته كان ايه؟ اخر كتاب الحقيقة بلاش دي. ده ما بقراش كتب والله. كتاب الكوكنو اللي عندنا في الكليه. ضاع القلق وابدا الحياه. ضاع ايه؟ ضاع القلق وابدا الحياه. قلق والله. كان اخر حاجه عندنا في المعهد بس مش فاكر كانت ايه. لا ما بحبش القرايه خالص. هنا القاهره لابراهيم عبد المجيد. ميكي جيب بوندو الحاجات دي. توم اند جيري. سمير. جزيره الشوق. لا تحزن. استفدت منه ايه؟ طيب استفدت منه ما فيش حاجه اصلا تستاهل ان الواحد يزعل خالص. اي حاجه لازم تبتسم ليها، تاخدها بصدر رحب، تعدي كتير، تبلح كتير. ما احنا كده نعرفهم من عنوانهم. مكتوب لا تحزن. لا نحزن وخلاص. من زمان قوي مش فاكره كان بيتكلم عن ايه، بس كانت على حاجه سياسيه، والاخيره خلاص كانت روايه هبت عملت ضجه، هي والفيل الازرق بقى، وفي الاخر دخلتهم افلام برضه. اخر كتاب قريته كان تقريبا قواعد العشق. قواعد ايه؟ العشق. كان امتى ده؟ يعني حوالي مثلا شهر وشويه كده. من ناحيه ايه تاني حضرتك؟ بقول لك اخر كتاب قريته كان ايه؟ كتاب اللابستون. ايه؟ كتاب اللابستون. كرسي فن. ضاع ايه؟ ضاع القلق وابدا الحياه. قلق؟ اه. وانت ضاعت القلق؟ ترمية بشرية بقى وكده. ضاعت القلق ولا ايه؟ لا انا كنت فاضي بس والنت فاصل مش لاقي حاجه اعملها، فلقيت الكتاب ده عند المكتب فقلت اقرا. بس يعني. ده كان الكلام ده امتى؟ النت فاصل عندك امتى؟ يعني من اسبوعين كده. طبعا ما كملتش الكتاب. لا انا قريت اول 10 صفحات بس. ما النت رجع بقى. احكيلي حاجة واحدة من اللي استفدت منه. ان الدين مش كلامه خلاص، ان الدين افعال. طب احكيلي عن استفادة كمان. استفادة كمان ان مش شرط ان الانسان يكون مسلم عشان يعمل افعال المسلمين. يعني هو الدكتور ليه كلمة كده قالها ان هو وجد اسلام بلا مسلمين لما سافر بره. وانا جايب المقولة دي من على الانترنت. طب ايه كوجنو؟ يعني ايه كوجنو ده؟ لا مادة اسمها عقاقير عندنا في الكلية. اسمها ايه؟ عقاقير. انا في صيدلة. في صيدلة. كتاب قدامي من يومين بصيت فيه بس كده. بس كتاب ايه؟ اخويا كان عنده كتاب دين كده بيقرا فيه فقلت ابص فيه كده بصيتين. لا لا والله كتاب دين. ايه كتاب دين؟ بس هو كتاب دين. ما انا استفدت اكيد. هو لازم اقول لك انا استفدت ايه؟ قريت حاجات ما ينفعش اقولها لك يعني. ليه يعني؟ ايه؟ ليه؟ بعدين اقول لك بعدين. عارف ان القراءه غذاء الروح. تمام. اوكي؟ انت بتغذي روحك ازاي وانت ما بتقراش يا فالح؟ اسمع. طب ايه؟ اسمع يعني بتقولوا كده. بتغذي روحك في المعهد؟ هي كل حياتنا في المعهد ما في الشغل. لا ما انا كفايه الكتب بتاع الكليه. مبتدا دوت كوم.